ورجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة فقرة البرنامج بنتكلم عن التقل الصنعة. هل فعلا التقل صنعة؟ ومين اللي بيصطنع أكتر، الرجالة والستات؟ منورنا النهاردة في الاستوديو أحد رواد السوشيال ميديا، أستاذ محمد بيومي، خبيرة التجميل نرمين الطحان، والكاتب الصحفي مصطفى الغمري. منورنا النهاردة في استوديو سيدات المساجد. منورنا النهاردة، وإن شاء الله كده هنعمل حلقة لطيفة. أستاذ مصطفى كان قلقان من شوية، بس لسه خايف؟ لا هو بيضحك علينا، هو مش قلقان، هو خايف. أنت لسه خالص. خايف؟ إيه؟ لسه خايف؟ الله، لسه خايفة؟ أنت عندك فكرة إن أستاذ مصطفى أساساً بيعلم الناس إن هي ما تخافش؟ يعني هو بيدي إيه؟ دورات؟ العقرب بعيد عنكم يا ساتر، الكهرب بيقول كده، بيقول العقرب عادي كده بمنتهى البساطة. إحنا نسأل الأول ونشوف أبراجهم إيه؟ هذاك العقرب نرميه؟ الميزان. عقرب باين. يا نهار ابيض، دي الحلقه فيها اتنين عقرب. يا ربنا يستر علينا النهارده ان شاء الله. اتنين عقرب وواحد اسد. طيب واحد ميزان. لا احنا معانا اتنين، معانا اسد. لا الاسد ده جميل، ما حدش يقدر يقول على الاسد حاجه. طب انا عايز اسالكم في الاول، هو ليه الناس بتهتم قوي كده بموضوع الابراج؟ مين بيهتم اكتر، راجل ولا الست؟ الست. طب ليه الرجاله ما بتهتمش بالابراج؟ انت مالك متنك علينا ليه؟ العقرب بقى، شغل بكره العقرب ده قاعد. لا خالص، بس الستات هم اكتر ناس بيهتموا بالابراج بقى. يعني انا عن نفسي شايف ان الابراج دي مش علمي بالدرجه اللي موصلينها دلوقتي، بس هي كده كده كل واحد بيكتسب الصفات بتاعته والطباع من البيئه اللي هو عايش فيها. يعني انت ما بتسالش اي حد انت قابلته برجك ايه؟ خالص والله؟ خالص. ما بتهتمش حتى؟ لا. ولا تخمن؟ صراحة. خلي بالك ده عقرب غامض وقامض وصامت، يعني هو الراجل ده بيفكر في 100 حاجه اللي بيبينها لنا دلوقتي. لا لا خالص. خالص والله. عارف انا الحاجات دي. لا ما انا عارفه العقرب مع عشراهم. بس فا يعني مش بهتم. انت مبدئيا مواليد كام؟ 10 ولا 11؟ 10. كام 10؟ 20 10. طب ده عقرب طيب، ده اول برج العقرب. ده غلبان جدا يعني. ده عقرب الطيب ده. نرمين. بتحبي الابراج؟ مهتميه بيها؟ بحب جدا الابراج، ومن بحب اعرف الناس برجها ايه، وحاجه انترستد جدا بالنسبه لي. وبتعرفي تخمني اللي قصادك برجه ايه؟ ساعات بيطلع صح وساعات بيطلع غلط. يعني ممكن تغيري فكرتك عن الشخص اللي قصادك لما تعرفي برجه ايه؟ لا مش هغير فكرتي. لا اعمل له حساب. بس اغير فكرتي؟ لا، بس اعمل له حساب طبعا. يعني دلوقتي عملتي حساب للعقارب اللي قاعدين معانا؟ طبعا اكيد اكيد. السؤال ده السؤال حقيقي. ومبسوطه جدا بالاسد ابني. ابنك الاسد؟ برج الاسد اكيد عملاق، اكيد حاجه جامده جدا ما حصلتش. طب بالنسبه للعذراء؟ جدا العذراء انثى جميله جدا جدا، اغلبيه صحابي. طب كويس. طبعا مش من قلبها، حسيتش انها بتقولها من قلبها، حسيت عشان انت بس انت جاي توقع ما بيننا كمان. لا هي حسيت كده، فهي بتقول كده يعني. لا لا الميزان على فكره كويسين. على فكره الميزان ده اكتر برج سياسي ودبلوماسي، واحسن ناس بتعرف تتكلم. ومعظمهم برج عظماء يعني. بس هو متردد جدا الميزان. قوي. متردد رهيب رهيب. هو لازم القلب يدي اوردر للعقل، والعقل يدي اوردر للقلب، عشان الاثنين هم يوافقوا على نفس الشيء. لا. العقل لوحده لا، القلب لوحده لا. لا 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 رهيب رهيب، يوديك ويجيبك 20 مره. وما يبانش عليهم السن. خالص. يكبروا ويصغروا، يكبروا ويحلووا. يا سلام. عمرو دياب، كيت وانسلت، كيم كارديشان، شينا عبد الوهاب، محمد منير، مهاتما غاندي، اميتاب باتشان، ويل سميث، كل دول برج الميزان؟ ده ده شويه من برج الميزان. لا جامد قوي برج الميزان ده، جميل. بنتي برج الميزان. شفتي؟ لسه واختي برج الميزان. برج طيوب. استاذ مصطفى. ايه يا فندم؟ اجعل الكلام ده خفيف على العقرب يعني. انا حاسس ان احنا جايين نعمل حفله على العقرب. لا خالص. استني، احنا جايين نعمل حفله على العقرب. طب الطيب الشرير. ابص اقول لك حاجه. لا احنا اتفقنا. هو اطيب شرير. اطيب اطيب الاشرار يعني. احنا اتفقنا مع مواليد 10 برضو؟ لا 10. لا 11. 11 11 6 11. طب ده عقرب. اطيب اطيب الاشرار. طب حضرتك ما بتهتمش بالابراج بتاع، يعني ممكن تشوف حد تساله برجك ايه مش برجك ايه؟ والله انا يعني بتعدي عليا اهتم ان انا اقراها، علشان هي بيبقى فيها سيمتريه شخصيه، يعني بتقدر تديكي سيمتريه شخصيه لو الواحد بيكتب حاجه او كده، فبيقدر ان هو يستلهم منها بعض الحاجات. لكن ما يعني ما فكرش. يعني ايه سيمتريه شخصيه؟ يعني الطبائع الاساسيه للشخصيات، اختلاف الطبائع في الشخصيات بتخلي الواحد يركز معاها، يعني يقدر يميز طبائع الاختلاف في الطبع ما بين اشخاص واشخاص. هي لحد ما بتبقى صحيحه، يعني يمكن اللي فيها طبعا كلام اي كلام، اللي هو التنبؤات بالمستقبل عامله ازاي، انما التانية ممكن تبقى دارسه
الشخصيه نفسها لحد كبير بيبقى فيها حاجات حقيقيه، ولكن في طبعا فروق فرديه زي كده يعني. لما عقرب بس لا مت العقرب بصله يعني. كل العقارب فاكرين نفسهم كده. بقولك هو بيبين لنا حاجه تانية خالص يعني. اول ما جه اروع حد في العالم فاكر يعني مقصودش حاجه. لا هم شايفين كده ومقتنعين بكده كومبليتلي. ليكي تجربه وحشه مع العقارب؟ مش بس لا بس انا بشوف عقارب. مين عقارب اتعاملتي معاهم في حياتك؟ لا خالص والله. اخرهم جوزي. اخرهم جوزي ده اولهم كده مش اخرهم. لا يعني ناس كتير شفتهم واخرهم جوزي. غامض وقامض وصامت برضو؟ جدا. اوكي بس يعني طيب. انت مروحه خلي بالك. طيب طبعا طيب. انت مروحه؟ ها؟ انت مروحه خلي بالك. لا هو شايفك بالهداوه. يعني في حته الغموض دي هي يعني انا بالنسبه لي مراتي زعلانه مني ان انا ما قلتلهاش ان انا جاي البرنامج. طب ما هي حاجه تزعلني. ما اعرفش ازاي تبقى طالع في التلفزيون وما تقولش لمراتك. انا بالنسبه لي يعني انت عايز تتكلم براحتك وتقول حاجات. لا مش هتكلم. لا لا إيه؟ ما هي ما هتبقى متسجله وهيبعتوا لها ويعني الواحد هيشوف ايام. طب ما هي أصعب. حاجه تضايق. لا كويس. ما بقول لك حاجه تضايق. ما انا هقول لك هي حاجه تضايق كويس بس هي بالنسبه لي انا يعني عادي يعني. طب انت لو جوزك عقرب وعرفتي ان هو طلع في برنامج من غير ما يقول لك هتعملي فيه ايه؟ حاليا ولا حاجه لان حاجات زي كده كتير جدا بتحصل من العقارب والواحد لازم يتكيف عشان مش معقول يعني. يا خلاص اكيد هو مش يقصد ان هو يزعلني دي صفه فيه فانا بعد ما مده عرفت ان دي صفات فيه فخلاص. ليس على العقارب حرج يا جماعه. بس حضرتك متجوز ده المختصر. فاضل لا بتحب؟ لا مفيش خالص. كنت بس لا يعني مفيش خالص لله. شريك في الحياه كده احسن بكتير يعني. كده احسن بكتير جدا. انت رافع رايه العزوبيه المطلقه جدا رافعها فوق خالص. ليه كده؟ طيب اعزائي المشاهدين احنا مستنيين تليفوناتكم على برنامج سيداتي انساتي وشاركونا في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هل فعلا تقل الصنعه؟ ايه رايكم موضوع الابراج فعلا ممكن يخلينا نتعرف على بعض؟ في حضرتك باذن حضرتك باذن حضرتك. ايوه ده برنامجي. ايوه انا عارف يعني برنامجنا كلنا. لا مش برنامجنا كلنا. مش جاي اشاركك النهارده قلتي مفيش تحيز. ايوه تشاركني وكل حاجه لكن بتقول جمهوري يكلمنا. جمهوري لا جمهورنا كلنا. شغل الاسد ده انا ما احبوش وبعدين الجمهور بتاعي بيسمع كلمنا. العذراء يا جماعه ينتقد كل شيء ولا يسمح بانتقاد. كلموني انا ولما تتكلموا كلمونا احنا. تقولوا ان كنتوا عايزيني انا. كلمونا احنا ولا عايزينكم كلنا. بس حضرتك ممكن حد يكلمني ولا؟ وخلي بالك احنا المخرج معايا. خلي بالك هو واضح النهارده في ناس كتير بقى. انت عملتي فيهم ايه في البرنامج الناس دي كلها النهارده؟ معايا رجاله. اصل فعلا البرنامج كله ستات وكل اللي ماسكين البرنامج رجاله. الناس النهارده لما صدقت. اعزائي المشاهدين احنا مستنيين تليفوناتكم. مستنيين تليفوناتكم دلوقتي على تليفون البرنامج. يلا اتصلوا مستنيين اهو. وريني بقى كمل الحلقه. طيب وريني. لا برضو احنا لازم ندي فرصه للستات اللي موجودين معانا ودي صاحبه البرنامج. لا 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 طبعا. انا بهزر معاك ده انت منورني والله. والله بنوري. والله بنوري. ممكن اسيب رقم اكمل بقى سؤالي من الراجل؟ طبعا يكلموني برضو. ممكن نسيب رقم ويكلموا. ممكن انت عايز كمان تسيب رقم تكلموك؟ ولا انت المدام دلوقتي بتتفرج عشان كده مش عايز اروح. هتلاقي اول تليفون جه المدام بتاعته. التليفونات دلوقتي طلعت على الشاشه وانا عايزه مرات الاستاذ مصطفى يا ريت تكلمني وجوز نرمين كمان يكلمني والاكس بتاعت محمد بيوم يكلمني. انا عايزه النهارده يعني يبقى الموضوع ايه؟ اسري اسري يعني. انت ومش هنقص حاجه من الكلام اللي هتقولوها هيتسمع. هو هوا مفيش قص. هتقص ايه؟ بالظبط كده مفيش تيت مفيش حاجه. طب احنا بس ضيوف نفسها اللي هتتقص. نرجع لمحمد عشان محمد بيقول لك ان هو رفع رايه العزوبيه. طب قول لي بقى نخش بقى في موضوع الحلقه بتاعنا هو التقل صنعه. يعني بقى هل بقى لما بتدخل في علاقه جديده بترسم بقى الدور انك انت تقيل وكلام وبتعرف تفق يعني تركز وتعرف اذا كانت اللي قصادك هي كمان بترسم الدور ان هي بتتقل عليك ولا ما بتعرفش؟ هي سهله بس بيبقى حلو ان الواحد يستنى يسيب الدور يتكمل للباقي يشوف انت هتعملي ايه؟ ولد شقي. هتعملي ايه؟ بالسهل. هي معروفه اي حد بيتقل بيبان عليه يعني. لما البنت تتقل انت بتتبسط تكبر في دماغك اكتر. مش في كل الاوقات مش بنفس درجه التقل يعني مش بالاوفر قوي ولا اللي هو مفيش خالص. ما عشان كده بيقولوا التقل صنع. ما احنا عايزين نعرف. بس ساعات بيضيع الدنيا يعني لما بيأفور. طب وانت بتتقل؟ تقريبا يعني شويه. بتتقل ازاي يعني بتعمل ايه؟ لما تيجي تتقل بتتقل ازاي؟ بتعمل ايه؟ ايه التقل بتاعك؟
ممكن نميلها ناحيه البرود شويه. برود يعني مثلا ما تردش على التليفون او ما تتصل تسيبها ترن كتير قوي كده وبعد ما تفكر ان انت تكلمها يعني، بس ممكن برود في اللي هو انا بحبك قوي عادي يعني، ما نتحب اللي انت قلتيه جديد مثلا بالظبط مثلا يعني. بجد بجد ممكن لو واحده قالت لك ان هي بتحبك ترد كده؟ اه عادي، ايه المشكله؟ اللي هو ايه يعني، وانا كمان بحبني غالبا عشان كده مفيش علاقات غالبا عشان كده انت لا عارف تتجوز ولا تخطب غالبا، ما جبتيش جديد يعني، فالناس كلها بتحبني عادي، ايه المشكله؟ مفيش جديد، الناس كلها بتحب. اه انا شفت انت تعرفي ان اسلوبه ده فعلا بيخلي ممكن البنت تحبه؟ اه والله في بنات كده تحب اللي هو ايه، اللي مش سهل ومش مريحه، اه اللي يديها على دماغها، اللي هو اللي يستفزها. لكن الانسان اللي واضح قصادها اللي بسيط ده اللي هو معرفها كل حاجه اصبح مش غامض قدامها، اصبح كده بكتاب مفتوح مفيش اثاره في الموضوع. يعني في معظم العلاقات فعلا بيميلوا اكتر للانسان الغامض، عايزين يستكشفوا، في فضول مخليهم مستمرين بالظبط. لا يعني انت رايك ايه يعني، انت تفضلي الرجل الواضح ولا الرجل الغامض بسلامته؟ اه الغامض بسلامته بالظبط كده، او اللي بيتقل؟ لا اكيد طبعا الواضح. الواضح احسن بكتير من الغامض. وال يعني انت تقلتي طيب لما جيتي اتعرفتي على جوزك بقى، تقلتي عليه شويه ولا كنت ستريت من اول يوم؟ لا اكيد طبعا اترميتي عليه. طيب اول ما قال لك انا بحبك قلت له انا كمان؟ انت لسه جاي تقولها لي دلوقتي؟ قلت له ايه ده انت فاجئتني. مين قال لي مين الاول بحبك؟ متهيألي احنا الاثنين في وقت نسيتي ولا ايه؟ لا مش عارفه مين الاول، بس متهيألي احنا الاثنين في نفس الاثنين. ازاي يعني؟ يعني احنا الاثنين في نفس اللي هو نرمين. انا رحت انت قلت له انا لا هو مفيش مش بيحصل كده برضه يعني، كان الموضوع افعال مش اقوال يعني. اه انتوا ما قلتوهاش لبعض اصلا؟ لا اكيد قلناها، بس هي موضوع افعال اكتر من اقوال زي ما انت قلت بالظبط. الله اكبر. لا يعني واضح ان ارجولك سياسي ودبلوماسي ورومانسي. البنت مش سهله. اه لا عرفت ترد عليها ثبتتنا. خد بالك. طب نيجي بقى عند الغامض. الغامض الكبير خلي بالك ده كاتب صحفي يعني، هو عارف كويس قوي هو هيقول لنا ايه ويرد علينا ازاي. تحب تحكي لنا التجربه الحاليه ولا تبوظ الدنيا خالص ما تروحش النهارده تحكي لنا التجارب السابقه؟ لا لا قعدت اجري ورا مرات 4 سنين. الله اكبر. لا والله. والله في راجل بيعترف. لا احكي لنا بقى القصه. لا كانت معايا في الجامعه وبعدين يعني ايه ده يعني ضحكت عليها، جيت في الاخر كده بقيت اضحك عليها سرسبها في الكلام وانا ايه معجب بيها يعني. وبعدين قلت لها طب ما انا عايز اتجوزك بقى. فطبعا ايه تقريبا جالها جلطه او يعني حصل لها حاجه يعني، وقفلت التليفون وكل بقى ايه شويه كده افضل ايه احاول لحد اما يعني. 4 سنين تقصد 4 سنين الجامعه بتجري وراها؟ لا بعد الجامعه. 4 سنين بعد الجامعه. بعد الجامعه. يعني 4 سنين بتكلمها بس ما بتردش عليك، بتحاول تشوفها تقول لك اه وتغير التليفون وكل حاجه وربنا كرمني. طب ده عجبك فيها اكتر؟ وده تقل ده كده تقل صح؟ ده عجبك فيها يعني؟ هي لو كانت من الاول خالص قالت لك اه انا كمان بحبك ما كانش فيه ال4 سنين دي. لا هو دفعني للانتقام ده. اه ربي ينتقم كده. النهارده ما كلمتهاش صح؟ لا طبعا لا طبعا. هو بص هو الحب شيء جميل وبيبقى كويس، الاختيار الزوجة شيء صعب، ففي القبول الأول إن يبقى في قبول. لا ثانية واحدة يعني إيه اختيار الزوجة شيء صعب؟ ليه صعب؟ جاوب على الأستاذ. ليه صعب؟ صدف. لأن يعني أنا يمكن وأنا الصغير يعني دايما بفكر مين اللي هتربي ولادي. المعايير الحب شيء جميل بس برضه من الواحد من بحكم القرايه وان هو بيشوف تجارب الاخرين وشويه شوف ده يثبت النظريه الازليه ان الراجل يحب واحده لكن يتجوز واحده ثانيه. لا ما عايزين نسال بقى في الحته دي. إيه هل انت لا خالص يعني هل هو فكرت بعقلك ان هي دي تنفع ام اولادي ولا في جزء حب؟ يعني انت جيت ورا 4 سنين عشان هي دي اللي تنفع ام اولادك ولا عشان خاطر بتحبها؟ لا يا مدام جوزك هيعترف دلوقتي. لا عشان بتحبها طبعا. اه بيحبك خلاص. سامحيني على موضوع ان هو النهارده البرنامج ما وما قالكيش. لا وانا يعني بحبها برضو يعني مش هنكر حاجه زي كده يعني. ما تقدرش يعني كام في المية قلب وكام في المية عقل؟ هو لازم يبقوا متناغمين مع بعض، مش بنسبه كام في المية وكام في المية. لازم يبقى في تناغم ما بين الاثنين، وده يمكن اللي بيعمل مشاكل كتير بعد الجواز، ما بيبقاش فيه التناغم دوت، كل واحد بيبقى شايف التاني بصوره بمبيه. تليفونات بدأت تهل علينا، ناخد أول تليفون، ألو. ألو. مساء الخير. مساء الفل. إزيك يا ياسمين؟
الحمد لله. انا عايزه اقول لك بجد ان انا بحب البرنامج بتاعك الاول، بحبك جدا عشان انت بتتكلمي بصوت ما كده ولينا صوت، ودي حاجه بحييكي عليها طبعا. ربنا يخليك يا حبيبتي. احنا مش واخدين الجو ولا حاجه يا استاذه علي، احنا غالبه جدا مش عارفين ناخد حقنا في اي حاجه، وانتوا واخدين الجو في كل حاجه. شفت ازاي؟ ايه يا مصطفى؟ على فكره البنت دي شكلها تبعك اصلا ياسمين، انت شكلك تبعها يا ياسمين. انت تبعها ايه؟ اقعد ساكت اقعد ساكت ياسمين. اقعد ساكت المدام. اوه لا قصتنا بقى، لا لا انسحب يا ياسمين. ياسمين نورتينا في البرنامج. انا سمعت الكلام على طول، وانا جبت لك الاعتراف بتاعه دلوقتي، قال قدام كل مشاهدي قناه دريم وكل مشاهدي البرنامج ان هو كان بيحبك وقعد 4 سنين يجري وراكي. احكي لنا بقى على التقل صنعة يا ياسمين. كان بيعمل ايه؟ عشان مروح، فطبيعي يعني ده شيء طبيعي. بس انا عايزه اقول له استاذ علاء بجد ان انا بتفرج على الفيديوهات بتاعت الابراج بتاعتك كتير، وعارفه انك كل كلامك صح. انا عايزاك تقول لنا لما يبقى العقرب متجوز سرطان، يعني السرطان يعيش ازاي؟ السرطان يعيش ازاي؟ الله يكون في عونك والله. انا بابايا ومامتي كده على فكره، بابايا عقرب ومامتي سرطان. لا طبعا عايز احكي لك المستقبل هيمشي ازاي بس بره الهوا. اجيبه بنت زي القمر كده عشان احب اعرف، احب اعرف هو فعلا غامض وصامت وقامت بس صح؟ طيب يعني صح؟ هو مروح برضه. اه هو مروح، خلي بالك عشان هو راجع لك انت، انا ما تغلطيش عشان هو راجع لك هو كمان. ما اقدرش يا باشا اغلط على الهوا، يعني مش للدرجه دي ما اقدرش اغلط فيه اصلا يعني. لا احنا الموضوع ده بره الهوا. لا لا بس اذن والنبي بعيد بس عن الابراج. انا عايزه اسمع التجربه بتاعت ال4 سنين اللي خليتيه يجري وراكي فيهم، عملت ايه؟ بصي والله انا ما جريتوش ورايا ولا حاجه والله، يعني اي didnt mean it. انا احنا كنا زمايل دفعه واحده، احنا الاثنين اعلام، وكنا مع بعض وكنا اصحاب جدا جدا يعني بمعنى الصداقه، مش ما كانش في اي حاجه ثانيه. ماشي. ما كانش في دماغك، ما كانش عاجبك، ولا كان عاجبك وانت بقى عماله تقولي ايه اتقل حبه تزيد محبه؟ والله لا على فكره. طب اقول لك على حاجه، هو يمكن يعني يقول الكلام ده صح ولا غلط. مصطفى توتر. هو لما كان في بنت بتعجبه انا كنت بروح اكلمها له. حصل حصل حصل. برافو، انا معجبه بيكي جدا على فكره. فاحنا كنا اصدقاء جدا، انا كنت برتاح معاه جدا وهو كان بيرتاح في الكلام معايا جدا، او يكاد يكون ما كانش بيرتاح مع حد غيري. كان بينصب صحاب جدا. وبعدين اتخرج ان هو مصطفى من النوع اللي هو لازم يبقى يعني جاهز عشان يرتبط، مش من النوع اللي بيعلق بنات ولا بيصاحب ولا بيمشي كده وخلاص. هو لما حس ان هو جاهز للارتباط الرسمي قال لا، لسه في مراهقه متاخره لسه يعني. وهو ما كبر بقى عوض كل ده حضرتك عشان ابقى متفقين. هو ما كبر عوض كل ده بقى. يعني خليني اديكي يعني نبذه بسيطه ان البيست فريند دول هيكملوا معاكي حبه حلوين، تيب العلاقه ده هيكمل معاكي حبه حلوين. كويس على فكره، هو ده اللي بينجح وبيستمر اكتر حاجه. حاجه بتخلينا نعدي حاجات كتير مع بعض، يعني احنا كنا مع بعض من احنا صغيرين خارجين من ثانوي عيال صغيره بنكبر قدام بعض، دي حاجه كانت يعني جميله طبعا برضو. بس 4 سنين والله انا ما كنتش بسال ولا حاجه، هو انا فعلا يعني ما كنتش مستوعبه ازاي يعني. قلت له انت اكيد بيتهيأ لك انت بس عشان متعود عليا انت، لا ما بتحبنيش ولا حاجه يعني، ده كان رد فعلي. فعلا الست كانت عايزه تتاكد. ايوه كانت عايزه تتاكد. بس هو عامه احنا متمسك بيا جدا، ودي حاجه انا بشيلها له يعني، ان هو يعني كان بيحبني ومتمسك بيا لحد ما وقعني يعني. ماشي. برضه هو خد الجايزه الكبرى هي دي. هو برضه الراجل مش قليل برضه الراجل يعني، في وسام في جان قاعد اهو، مش قليل برضه. خلينا متفقين. انت ساكت ليه، مكسوف ولا ايه؟ لا يمكن يجي حد ولا يديني معجبات على البرنامج بعدين. على فكره هي جابتنا لوحدها بجد. لا ده كان في تصميم واراده. انا هوصلك هوصلك واول متصله اتصلت بينا. احنا بنشكرك جدا جدا يا ياسمين، وليا طلب صغير عندك. انت سامعاني؟ هي حتى لو ليا طلب صغير عندك، سامحيه عشان النهارده جه من غير وكان عامل لك مفاجاه الصراحه. عديها المره دي عشان خاطرنا يعني، النهارده كريسمس وكده فعديها. طبق ملوخيه بقى على العشاء بتاع، شط رز بالشعريه الحلوين دول. كفايه تونه يعني. عايز تاكل ايه؟ قول عشان كفايه تونه وبقسماط وجبنه. كفايه تونه وبقسماط وجبنه والحاجات دي. ناخد تليفون تاني معانا. محمد. الو الو. ايوه انا ابن مين الطحان. انا محمد الطحان. اهلا اهلا. شفت؟ اهلا يا محمد. ابني برج الاسد محمد. ازيك يا محمد؟ انت كام سنه يا محمد؟ 29.
عنده كام سنة؟ هو مواليد 29/7. أنا مواليد 29/7 كمان؟ أنت هتكبر هتطلع عظيم، تطلع شبه أونكل كده بالظبط. أنا زيك يا عمو، حتى عندي الفيديو بتاعك. لا ده شرف ليا يا حبيبي. أنت عندك كام سنة يا محمد؟ أنا عندي 11. 11، بسم الله ما شاء الله. كبارك خالص. لا كنت لسه أقول لك 22 كده. طب أنت بتتفرج على فيديوهات الأبراج؟ بس بتاع عمه بس، يعني ده اللي خلاني اتفرج عليه. عمه بس عشان تعرفي ان عمه ده مش قليل. لا ما هو خلاص، ما هو بقى وعارف صفات برجك ايه وعيوبه ايه وكله تمام؟ للاسف. ليك ليه قلت كده؟ قصف الجبهه. طب تعرف ايه عن برج الاسد؟ نعم؟ تعرف ايه عن برج الاسد؟ اعرف ان هو مغرور. ده اللي عرفته عن برج الاسد؟ ده اللي عرفته عنه؟ هو مغرور وقائد. وقائد طبعا. قولي قولي يا محمد، بابا مش جنبك؟ لا انا الحمد لله. لا يا خساره، كنا عايزين نكلم بابا. طيب خلاص المره الجايه بقى. طيب ميرسي يا محمد قوي، نورتنا. المفروض حد يتابعك بقى يتصل. ما حدش كلمنا من عندك، ده واضح ان انت سايب اثر سيء في نفوس الناس. يعني انا مش هتكلم، بص الاتيتيود باين في كده اتيتيود مش. يا جماعة الإعداد مفضي التليفونات مخصوص لأي واحدة كانت تعرف محمد بيومي. ضحية. أي واحدة محمد بيومي ضحك عليها قبل كده بكلمة، أي ضحية من ضحايا محمد بيومي يا ريت تتصل دلوقتي. أنا هي أستغل إن محمد يعني الطرف السنجل، وأنت كمان حجيلك في السؤال ده. أنا سنجل وسأظل سنجل، وأي حد يقول غير كده يبقى حد زنقه عليا، حد زنقه هنا. يبقى تبعك. لا ايه ده، يبقى انت في حاجه مخبيها عن الشباب. حاجه واحده مخبيها. حاجه واحده مخبيها. لا انت جاي تخيل الاول بس في محمد. قول لي بقى، لما خلاص انت النهارده شفت واحده وعجبتك وعديت مرحله التقل وكل الكلام ده، بتعرف تعبر عن حبك؟ اكيد. بتعبر عنه ازاي؟ ما بنحبش نقولها كبرج عقرب. مش كان من شويه انت مش مؤمن بالابراج؟ لا والله ما بي يعني. حصل كان من شويه مش مهتم. اشمعنى دي يعني اللي هتعمله زي برج العقرب؟ لا انا معاك ان في حاجات فعلا مظبوطه، بس الاغلبيه انا ما بؤمنش بيها خالص. وبعدين هو برج العقرب ما بيقولش بحبك؟ لا بيقول طبعا. بيقول هي تيجي والله اقول لها بحبك وكل حاجه. طب ما يبقى ما بتقولش ليه؟ طب بلاش، مش هتقول. هي مش موجود عشان اقول لها. انت اخر مره حبيت كان امتى؟ بقى لها، هي مره واحده بس، بقى لها كده اربع سنين. مره واحده؟ تعالى قول بس ما تخافش. لا والله مره واحده. بس تعالى بس ما تخافش. ما انت بتقول حبيت. التليفونات هتيجي دلوقتي وهتقول حبيت. قول يا حبيبي. انا اهلا وسهلا. انت بتقول حبيت صح؟ هي مره واحده. حبيت. خلي بالك من الحته ديت، حبيت مره واحده. اشتغلت كام واحده بقى؟ لا خالص. خالص. في اصدقاء بقى ويعني. طب في معانا تليفون؟ لا خالص، ما بحبش، ما تربيتش بصراحه على معانا تليفون من ولاء، يمكن تطلع تبع بيومي ولا حاجه. مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا ولاء؟ الله يسلمك. حمزه. اهلا يا ولاء، قولي لنا بقى انت برجك ايه؟ انا برج الميزان. برج الميزان عالي وروقان. قولي لنا، طيب ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون يا ولاء؟ حاضر. انا برج الميزان وجوزي برج الاسد. الله، جوزك أيوة. برج الاسد عملاق طبعا، حاجه جامده جدا. يا بختك بجوزك ده. اسد زي. لا والله اسد زي. طبعا مش طب اسد. طب قولي لنا بقى، بما انك معاشره برج الاسد كزوج، ابرز عيوبه ايه؟ طبعا ان هو دايما مغرور، شايف نفسه وكده يعني. ومين فيكم كان اتقل؟ مين فيكم اتبع نصيحه يعني هو الصنعه؟ قولي انا سامعاكي. طيب ممكن اعرف يعني البرجين مع بعض يعني هم كويسين؟ طيب. ولا لا؟ طيب اوكي، هو حالا دلوقتي هيرد عليكي علاء. ميرسي يا ولاء. هو بالنسبه للتوافق ما بين برج الاسد والميزان، لا هو توافق حلو جدا. هو الاسد في حته الغرور شويه، ما نقدرش ننكر حاجه زي كده، والميزان بطبعه هو عادل وسياسي ودبلوماسي. يعني يعرف يثبت اي شخص عمل اي سلوك غير سوي غير طبيعي. يعني لو حد اتغر عليه هيعرف يتعامل معاه، لو حد غامض يتعامل معاه هيعرف ازاي يتعامل معاه، لو حد ينتقد كل شيء ولا يسمح بانتقاده يتعامل معاه هيعرف ازاي يتعامل معاه. فالعلاقه بينهم بعض كويسه جدا، هي بس متردده شويه وترددها يعصبه. وهو في مشكله بتاعته الغرور والتسلط، لكن هي تقدر تحتوي الحته دي، تقدر تمتص الحته دي فيه. فالعلاقه كويسه، بس الاهم من ده كله التكافؤ. تكافؤ الهوايات، المواهب، الافكار،
الحاجات اللي بيحبوهم الاثنين، الحاجات المشتركه بينهم وبين بعض، الثقافه التربيه، ده اهم بكتير طبعا من الابراج في الجواز بالذات يعني. لكن طبعا في ابراج لما يرتبطوا ببعض بيبهدلوا بعض. العلاقه تمشي كل حاجه بس هتلاقيه دايما فيه هات وخد وشد وجذب وكده. يعني مثلا عذراء وعذراء، ده ينتقد ولا يسمح بانتقاده، ودي تنتقد ولا تسمح بانتقادها، فهي يقول رايه فيها هي مش هتسمح برايه فيها، هي هتيجي تقول رايها فيه هو مش هيسمح بكده. فالطور والطور عناديين جدا مع بعض. يا سلام بقى لو طور وعقرب مع اسد. الاسد بيحب الناس تاخده على قد عقله، ودول عناديين الكلام بيطلع منهم كده، بيرموا طوب ما بيتعرفوا ان هم عندهم لغه ثانيه. مين الطور والعقرب؟ الطور والعقرب والجدي والعذراء بيتكلموا على الاقل عربي ودبش. على فكره ده تجني رهيب. بس انا عايز اسال نرمين دلوقتي، بما انك انت بتحتكي ببنات كتير يا نرمين بقى، بحكم طبعا انك انت خبيره تجميل وبيقولك بنات كتير وكده، فكره الاستغلال ان بيقولك بقى كتير اكيد بيقعدوا، العادات اللي من النوع ده في مراكز التجميل بتبقى كلها حكايات. ابرز المشاكل اللي بترصديها انت كده بقى اللي ما بين البنات والولاد او الرجاله يعني في حياتهم، فكره الاستغلال اهم حاجه، استغلال الراجل للست، او انه بيتقل عليها، او انه هو بيعملها ستيبن حاططها احتياطي. هقول لك حاجه، هو ما بيبقاش في قصص زي كده في السنتر، لا هو في حاجه يعني مختلفه شويه في شغلتي انا، ان اما اي اتكلم مع الكلاينت يعني طول ما احنا حاجه طبيعيه جدا، ما بحبش ان انا اسال برجك ايه او كده. اول ما الاقي في حاجه غريبه احب ان انا اسال برجك ايه عشان اعرف اتعامل معاها ازاي، ولو فرضا احنا هنعمل ميك اب او كده، ابقى في ابراج بتبقى بطبعها حنين وكده والميك اب الشرير مش هيلبق لهم يعني، واخده بالك؟ فده في شغلانتنا هو ده الموضوع المختص بالابراج في ده. بس القصص ايه، هم علاقتهم ايه مع بعض وكده، ما بيبقاش فيه قصص. لا بس انت ممكن تكون الست جايه لك عايزه تعمل ميك اوفر مثلا وتغير في شكلها، دي عاده بتكون واخده خازوق او واخده قلم جامد جدا وجايه علشان ايه تنتعش، او بتنصب كمين عمره ما يتشاف، او بتنصب كمين يعني. هو شغل الميك اب ارتست ده برضو، لا 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 احنا مش بتكلم على الميك اب كميك اب، انا بتكلم على الميك اوفر. صح اكبر، ما هو فعلا بيجي ساعات طبعا ناس كده كتير. بس اهم حاجه ان انت ما تخشيش في ده يعني، يعني ما تخشيش ايه اللي حصل لك عشان انت عاوزه تعملي كده. لا بنتكلم في فكره روعه، حتى لو كانت الفكره مش لطيفه، بس ما ينفعش ان انا لا لا دي فكره وحشه قوي، ما ينفعش لا في سنك ولا في كذا، لا دي فكره فعلا روعه تجنن، وشويه شويه اقدر اقنعها باللي يناسبها واللي هي هتبقى فيه مبسوطه بعد ما ترجع لحالتها الطبيعيه. في حاجه قالتها من شويه بتقول في ابراج طيبه وحنينه ما يليقش عليها الميك اب، اللي هو ايه الابراج الطيبه والحنينه مثلا؟ برج الحوت ما ينفعلهوش. طيب برج العذراء ما ينفعلهوش الميك اب الشرير طبعا. برج القوس في البنات ما ينفعلهوش. البنت خبيره تجميل وخبيره ابراج، مش سهله. انت موافق على الكلام ده؟ بس موضوع الازراء طيب وحنين ده انا مش عارف. لا طيب جدا يا ملاك، كل جدا يا علاء، ازاي انت عارف ومقتنع؟ انت عارف وهو بيعكسك على فكره. طب انا اسال السؤال، هل ممكن واحده جايه لك زعلانه الميك اب بتاعها، الميك اب اللي انت بتحطه لها يغير من المود بتاعها؟ طبعا، وقبل ما ابتدي اشتغل في الميك اب لازم اكون مرجعاها طبيعيه تاني. فعلا بيفرق في مود البنت يعني، البنت لما بتحلو بينها وبين نفسها كده لما تيجي تبص في المرايه بتحس بيها. لا هي كمان عندها قدره انها تذاكر الشخصيه، بتفهم على طول يعني. طبعا ده درس بره وجوه يعني، حاجه مش سهله. لا طبعا هي اصلا لو سمعت كلمه حلوه قبل ما تبتدي انها نعمل لها الميك اب اكيد هتتغير اكيد. سؤال صحيح، اتفضل حضرتك كنت هتسالي. لا اتفضل. لا والله ابدا، والله لا يمكن. لا اتفضل، قلت اتفضل. حاضر. سمعت كلمة حلوة، معلش السؤال ده بقى لحضراتكم ثلاثة، هل موضوع الكلمة الحلوة ديت أي واحدة تسمع كلمة حلوة تفرق معاها، ولا تسمع كلمة حلوة من الشخص اللي عايزة تسمع منه الكلمة الحلوة؟ أصل مش كل معلش اتمعلش معلش يعني، في معلش مش كل معلش اتمعلش يعني، في حد بيبقى مستنين منه كلمة معلش. صح صح أوكي كده، عدت عليا. أوكي ممكن تتعلم من شخص تاني وما يتقبلهاش منه، أو ما يديلوش الرياكشن اللي هو المفروض يديهوله. أنت بسطتني الكلمة من حد معين. إيه رأيك في الموضوع ده؟
انا رايي ان الكلام الحلو حتى لو جه من ناس ما نعرفهاش واحنا مننا فينا، لان كلنا بشر وكلنا فينا حاجات حلوه كتير، هيسيب اثر حلو سياسيه ودبلوماسيه وده بالك يعني طبعا مصطفى. بتبقى احلى لو هو في معلش تلعلش يعني في معلش ما تمعلش وفي معلش تلعلش. لا طبعا الكلام الست بطبيعتها يعني الراجل عنصر المتعه بالنسبه له هي عينه، يقدر ان هو يستمتع بالست من خلال عينه. الست عنصر المتعه بتاعها ودانها، تحب دايما تسمع الكلمه الحلوه. انا معترض على الموضوع ده. لا ده على فكره ده مش كلامي، ده كلام صديق يعني انا معترض على الموضوع متخصص ده. الراجل متخصص في الحاجات والست بيحبوا يسمعوا كلام، بل بالعكس الرجاله بتحب تسمع كلام تحفيزي اكتر بكتير جدا من الستات عشان تبقوا فاهمين. الراجل طول الوقت عايز يحس ان هو سبع رجاله في بعض وما حصلش، ويجنن وتحفه وعنطر وكل ده، ويبقى عايز طول الوقت الست اللي معاه. انت قلتيها، انت عبرتي عنها صح، ان هو يحس لو بيهتم بالكلام. طبعا ما الكلام مهم جدا طبعا، وبيبقى عايز يسمعه طبعا، وبيبقى عايز عارف بيبقى عايز حد يطبطب عليه كده يقول له انت كويس، انت شاطر، انت برافو، انت حلو. بيحتاجوا كده اكتر من الستات. وما تعصبنيش بقى، خلينا ناخد التليفون. الو. ايوه يا ايمان. الو ازيكم؟ ازيك يا ايمان؟ انا مبسوطه جدا ان انا بكلمكم. حبيبتي احنا مبسوطين اكتر، اتفضلي. انا كنت عايزه بس اسال برج العقرب 11/11 وبرج الثور 5/5 يتعاملوا مع بعض ازاي؟ الراجل هو العقرب والبنت هي الثور. هو خطيبي وانا يعني تعبت من شفية دماغه وما بيعترفش خالص باخطائه نهائي نهائي نهائي. افسخي خطوبتك. ما فيش راجل بيعترف باخطائه حضرتك، ما هاش دعوه بالبرج. لا يعني لا استني انا معاه في الحته دي. وما بيعترفش، ممكن يسيبني يوم ما يكلمنيش او يومين يستنى ان انا اللي اكلمه. ازاي تعمل كده وانت بتكلميه؟ هو بيستنى ان انا اللي اكلمه، يعني اي مشكله، هو عقرب، راجل عقرب، اي مشكله يبعد يوم يومين يستنى ان انا اللي اكلمه. وانت بتكلميه بقى بتسيبيه اليوم واليومين وبعد كده ترجعي تكلميه؟ النبي ما تكلمهوش. ما تكلمهوش. هو انت العقرب صح؟ هي العقرب؟ لا هي الثور. هو العقرب. يا ساتر يا رب. اعمل ايه طيب؟ قولوا لي اعمل ايه؟ افسخي خطوبتك ويتجه للاعمال المنزليه. بيقول يا ساتر اشتغل شغلانه ثانيه. بيقول يا ساتر هجري هجري انهم عملوا حادثه. بص يا ست الكل، هقول لها كده نصيحه كويسه. مبدئيا بعيد عن الابراج، موضوع ان الطرف احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه، اللي احنا دايما بنستقبل وما بنديش، ما ينفعش. ما ينفعش طرف واحد بس هو اللي يدي. بالنسبه لموضوع بقى الابراج، فهو العقرب ده عنيد والثور عنيد. الثور ما بيعترفش بغلطه، والعقرب حتى يعني لو في غلط ما بيبينلوش. ولكن العقرب على فكره بقى العقرب عنده عزه نفس وغموض في اظهار الاعتراف بالخطا. يعني ممكن مثلا مصطفى او محمد انا امي برج الثور، عايزين احنا الاثنين عايزين نبدل عناديين، هما الاثنين واحد فينا عايز يبدل يا مثلا. هو دلوقتي هو عارف ان هو مزعلني، هو عارف هما الاثنين عارفين ان هما مزعلني في موضوع معين، لا ما يبينليش، ما حسسنيش اصلا، هو خلاص خلص الموضوع. انت لسه هقول لك انا زعلان ولا مش زعلان؟ الثور ما بيعترفش بخطأه اصلا. هما الاثنين عناديين. وكمان في حاجه، الثور اول لما بيزعل بأقرب حاجه في ايديه وعلى لسانه يضرب في اللي قدامه. اما العقرب فهو لو زعل يقوم قاعد كده واخد ايه كده النسكافيه بتقعد على جنب ويقعد يفكر هيعذبه ازاي وهيبطه من اي حته وهيقطع ودانه الاول ولا هيقطع مناخيره الاول وهيعلقه من رجليه ولا هيعلقه من ايديه وبعد كده يتلذذ بتعذيبه. ده العقرب. انت متخيل البرجين دول مع بعض؟ فانا نصيحتي ليكوا انتوا الاثنين لازم تتفاهموا جدا مع بعض. اللي كان باين من صوتها ان هي صغيره في السن. هما الاثنين يتفاهموا مع بعض شويه. مش كل ما يزعل انت اللي تكلميه، يعني يزعل تكلميه، تزعلي تكلميه، مش كده برضه. لسه بنقول التقل صنعه، يعني هات وخد. جربي مره كده هو هيزعلك وغضبي اقعدي على جنب كده شويه، هتلاقيه هو اللي ابتدى يكلمك يقول لك ايه يا حبيبتي. ياخد له في سنه ويمشي. يبقى كذبت. يبقى كذبت. بس في حاجه مهمه فيما يتعلق بالابراج. يعني مثلا من الحاجات ان هو ما بيعترفش بغلطه او ما يعتذرش. تربيه برضه. لا التربيه، وبرضه الانسان لازم يبقى واعي لنفسه. يعني واعي دايما لاخطائه ايه في الحياه، ايه اللي بيعمله صح وايه اللي بيعمله بس غلط. بس لو هو ما عندوش الوعي النظر. ده مش هتعرف تعلمها له. ما هي بصي، ما الحياه بتعلم. الحياه بتعلم حاجات كتير، واللي ما ينتبهش لدروس الحياه بيخسر. بيبقى خسائره بتبقى اكبر.
يعني يمكن من الحاجات المهمه اللي الواحد اتعلمها في حياته يعني او في فتره الخبره الصغيره بتاعته في الحياه ان هو يبقى عنده شجاعه الاعتذار. الله. يعني دي من ليه؟ لان يعني هي زي ما هي قالت كده بتداوب تلج كتير. بتداوب تلج، مش معنى كده ان انا بعمل كده مع مراتي يعني، بس يعني بحاول اعمل بره على قد ما اقدر. لا لا لا، ناخد التليفون معانا. ايه؟ الو. ايوه الو. مساء الخير يا ايه. مساء النور يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن تعلي صوتك شويه يا ايه؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي، اتفضلي. عايزه اسال بس استاذ علاء، عايزه اقول له ان انا ليا خطيبي مرتبطين، احنا من شهر 6 اللي فاتت خطبنا، بس انا هو بيحبني من اولى ثانوي وكده، واحنا كنا اصدقاء جدا، بس انا كنتش بوافق عليه خالص غير شهر 6 اللي فات. احنا تعتبر دلوقتي علاقتنا مع يعني مع بعض كاصدقاء ومخطوبين 11 سنه، بس انا جوزاء وهو اسد، فالعلاقه ساعات بحس ان هي مضطربه قوي، ان هو بارد في اعصابه قوي، وساعات بيهتم وساعات لا، هي كده بحس خفيف شويه، بس بعرف اقفشه عشان انا كنت يعني انا اقرب حد ليه يعتبر من واحنا صغيرين. تمام. بس عايزه افهم التوافق اللي بينا. انت عندك كام سنه؟ 23. وهو عنده كام سنة؟ أكبر مني بسنة. بيشتغل؟ أنتوا الاتنين بتشتغلوا ولا بتدرسوا؟ صغيرين قوي. إحنا الاتنين مخلصين، اتخرجنا، هو اتخرج من تجارة وأنا اتخرجت من حقوق، وهو شغال وأنا شغالة. طيب أوكي خلاص ماشي، أنا هرد عليكي دلوقتي. هو مبدئيا بداية الكلام هو سنهم صغير قوي ارتباط، يعني هو لسه في تجارب كتير قوي في حياته هيعيشها. زمان اهالينا كانوا بيتجوزوا في سن صغير اوكي، لكن دلوقتي بيتهيألي الموضوع مش زي الاول. صح صح يا استاذ مصطفى، بس غلط. انت شايف الصح ايه في سن الارتباط؟ لا السن المبكر في الجواز افضل، بيحقق استابيليتي كتير وده غير على فكره المشاكل بتاعت الجواز. طيب والعيوب؟ وبيحقق ازمه منتصف العمر برضه. لا بيحقق مراهقه متاخره. لا المراهقه بيحقق حاجات تانية كتيره. المراهقه المتاخره دي حاجه تانية بقى، يعني دي مالناش دعوه بيها. يعني هو بيحقق بس كل المعادلات. تلاقي الراجل كده عنده 40 سنه حاسس ان عمره اتسرق منه يا حرام، والدنيا جريت بيه، وعايز يعيش حياته من اول وجديد، ويحب بقى ويتحب لما انا مع تعدد الزوجات. هو انت اتجوزت وانت عندك كام سنه؟ تعدد الزوجات. استنى اجيبه دلوقتي، هجيب مراته فين؟ ياسمين استاذه ياسمين تعالى لنا تاني على التليفون. ده بيقول تعدد الزوجات وكلام كبير قوي. انت اتجوزت وانت عندك كام سنه وصلت؟ ايه؟ اتجوزت وعندك كام سنه؟ انت وديتوني في داهيه ولا ايه يا جماعه؟ انت اللي وديت نفسك، مش انا اللي قلت، ما قلناش حاجه. مش اللي قلت، احنا محدش قال. ومسجل على فكره، اللقاء ده مسجل، خلي بالك. صوت وصوره. يعني صوت وصوره، لا سبيل للانكار. لا يعني الجواز في سن صغير افضل، بيحقق استابيليتي كتير نفسي. و انت اتجوزت وانت عندك كام سنه؟ انا اتجوزت لا صغير، يعني مش متذكر، يعني يمكن مش متذكر 25 سنه مثلا، حاجه في الحدود دي، اللي بالك في رينج ال 25 سنه يعني. انت اتجوزت صغير فعلا؟ اتجوزت صغير، بس خلي بالك الظروف ساعتها ما كانش زي دلوقتي. الظروف دايما متغيره. صح. لا كل الظروف متغيره. اعترف اعترف، كمل كمل. لا اعترف، قول. طب ما انا رحت في داهيه يا جماعه خلاص. طب خلاص، على ديك فرصه تريح شويه. انا خايف، انا جاي خايف اصلا. داخل في 28. طب ده انت كبرت بقى، احنا يا دوبك نجوزك ما شاء الله عليك. يعني ما يعني ما طب هي دلوقتي التجارب بتكبر مخنا، يعني متهيألي الواحد لما يتجوز سن اكبر شويه من كده، ما قلتش واحد متجوز وهو صغير، يعني يتجوز وهو عنده 28 سنه مثلا. مش بيعرف التجارب دي، مش بتخليه يعرف يتعامل احسن مع الناس ويختار صح. بالظبط. مظبوط بالظبط. انت اختياراتك زمان اكيد مختلفه عن اختياراتك دلوقتي. انت بتقولي يا استاذ نرمين قلتي حاجه بخصوص السن، ان الراجل كل ما بقى ليه تجارب واكبر شويه بيقدر يختار احسن ويعرف يتعامل احسن، صح؟ اكيد، وبيبقى خلاص جرب حاجات كتيره جدا، وبيبقى راكز بقى بعد ما يتجوز. راكز طبعا. هي كانت استاذه ولاء كانت بتتكلم في موضوع ان هي برج الجوزاء وهو برج الاسد. طب احنا الاسد اتكلمنا عليه شويه، حلوين. هو بتقول ان هو بيتعامل معاها في فتور شويه في العلاقه. مبدئيا الاسد ده من الابراج اللي ما بتحب بتدلق، يعني هو لو ما حسسهاش بحب وده يبقى كده هو في مشكله بينهم وبين بعض. والجوزاء ده اخف دم في الابراج كلها على فكره، مبدعين واجتماعيين، بس هما شويه مجانين. لا خالص، لا مجانين، حبه فوق حبه تحت، محتاج شاعه يعني. الصبح احبك، بالليل اكرهك، عايش ومش عايش، ومش قادر على بعدك، حاجات كده يعني. ده ولاد وبنات؟ ولاد وبنات، يعني ممكن يختفي عنك 7 سنين ضوئيه ويرجع يكلمك، انت ما بتتصليش ليه؟ انت مجنون يا ابني؟ انا لسه سايباك، انت انا اتفقنا على ميعاد من 7 سنين وانت اللي ما جيتش، انت فاكرني النهارده؟ هما ساعه تروح وساعه تيجي. لا لا، انا 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 مش حاسه ان، بالعكس انا بحب جدا
الجوزاء وبعرف اتعامل معاهم كويس جدا. كصحاب. كصحاب. هم اصحاب. طلعوا كارتباط بقى؟ لا. جننونا شويه بس هم عسل. انا بحبهم. الوقت يعني هل الواحد ممكن مع الوقت صفات البرج تتغير؟ طبعا. احنا قلنا من التجارب صفات شخصيه بس مش صفات البرج، هو صفاته كبني ادم. صفاته كبني ادم كشخصيه يعني في رصيد خبره هو بيبني عليه بعد كده لما بيجي بيتعامل في تجارب تانية. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل طبعا في الاول وفي الاخر الحاجات اللي احنا بنعيشها هي اللي بتاثر علينا في ان احنا نتغير ونتقبل الاوضاع الجديده، ونمر بمشكله حصلت لنا نتيجه صفه من صفاتنا اكيد هنتفاداها على الاقل في المره الثانيه او الثالثه. فكل ما الواحد بيكبر كل ما بيعرف. بيومي، اما تيجي تفكر انك انت ترتبط ببنت، اكتر حاجه بتبص عليها او بتبقى بتدور عليها بتكون ايه؟ تشغيلها، يعني نسبه المخ، العقل عندها عامل ازاي، بتفكر ازاي، الفكر بتاعها ذكيه ولا ذكية ان هي براكتيكال عمليه. الاثنين في بعض. في بنات ذكيه جدا بتعرف تمزج الاثنين ببعض. ذكيه وفي نفس الوقت بتقدر تتعامل. بتاعت النظريه بتاعت استاذ مصطفى انك انت برضو يوم ما هتحب تفكر وترتبط بحد هتبقى بتدور على انه اذا كان ينفع يكون ام لاولادك، دي اول حاجه. هي مش هتي، انا مش هتجوز واحده تربي بس عشان تبقى ام بس. هتجوز واحده تشاركني انا شخصيا. فهبقى عايز الاثنين، تبقى ام وتبقى كده برضو على الاقل صاحب. صاحب كويس جدا. صاحبه. دي اهم حاجه على فكره بين اي اتنين متجوزين او مرتبطين. مش شايف ان الجيل الجديد يعني الجيل بتاعكم ده شويه عايز كل حاجه؟ لا خالص والله، احنا مش عايزين حاجه. انا عن نفسي عايز اسافر، مش عايز حاجه تانية. مش عايز اتجوز اصلا خالص، وعايز 10 جنيه ويروح. لا يعني ازاي ما عندكش خالص احتياج للاسره؟ اكيد طبعا. طيب. مفيش حد مش محتاج لكده، الاستقرار وان هو يبقى دي حياه بتاعته هو، بس هو اللي مسؤول عنها، هو وشخص كمان، مش حد هو اللي مسؤول منه. هي ان العقرب اسري. اسري بس هي المشكله بتيجي منين؟ يعني انا ليا اصدقاء مثلا كان هو ومراته يلفوا مصر كلها على الموتوسيكل وعايشين وقبل الجواز يعني الدنيا تمام، بعد كده يكون في الجواز حصل اختلافات كبيره يعني. مشكله الناس انها بتفكر في الجواز على ان هو حياه جميله المفروض ان ما يبقاش فيها مشاكل. بينما البيت والاسره حياه بطبيعتها مليانه مشاكل. فالناس بتدخل وهي مش متوقعه اصلا. ما عندهاش سابق. بتعلي سقف توقعاتها. بتعلي سقف توقعاتها، عندها طموحات وخيال عن الجواز غير واقعي. الجواز لا، في حاجات كتير صعبه، في ضغوط اسريه، في اطفال، في ضغوط عائليه. لا مش المفروض يكون كده او ما يكونش كده. المفروض ان هو انا ابقى فاهم الواقع ان في كومبليكيشنز كتير، في تعقيدات كتير اجتماعيه في اطار الجواز مختلفه عن الصداقه. فالناس ما بتبقاش داخله على الجواز وهي فاهمه ده، فتصطدم بيها وهي حلمها حاجه تانية خالص، فيبقى رد الفعل مضاعف. وده اللي بيعمل المشاكل بعد كده. لكن لا، انا لازم ان انا حتى وانا داخل ابقى عارف سمات الشخص اللي انا بتعامل معاه ازاي، عارف سماتي انا كشخص عامله ازاي، عارف ان في ضغوط اكبر من مجرد علاقه ما بين اتنين. في اطفال، في حما، في حماتي، في حمايه، في اصحابنا، في تغيرات هرمونات الست بتتغير بعد الجواز، وطريقه تفكير الرجل بالضغوط اللي عليه بتتغير بعد الجواز. فدي من انا بشوف ان هي من المشاكل الكبيره اللي هي مش جزء من السمات الشخصيه اللي هي موجوده ليها تاثير، لكن الجزء الاكبر هو الخيال الخاطئ عن الجواز عند اغلب الناس. طيب استاذه نرمين، ايه رايك في الكلام اللي قاله استاذ مصطفى دلوقتي؟ فاكر الحلقه بتاعتك بتاعت القاموس بتاع العقرب؟ الكتالوج الكبير. الكتالوج الكبير. وتلاقي ده ملخص ده ملخص بتاع كيف تفهم برج العقرب. كتالوج كبير. انا بس في حاجه عاوز اقولها بالنسبه لبرج العقرب، ما اقصدش ال لا قولي حضرتك عادي. قولي انا بلقد وبعدين لسه قدام الحساب. لسه مراته مستنيه في البيت بعد له من شويه. لا هي على فكره طيوبه جدا من غير ما اشوفها، وبتحبه جدا جدا. برج السرطان كده. رومانسي قوي. ستات السرطان كده. اصل السرطان. من الحاجات الاساسيه في برج العقرب الرجاله، ولذلك في بعض الاشخاص بيتاخروا في الجواز نتيجتها، مش عشان نشوف الام
بتاعت اولادنا ايه، او ان احنا ندور على الام. لا لا، هم عارفين ومقتنعين 100% من صفاتهم اللي جوه انهم ناس صعبه. احنا بندور على الانسانه اللي هتستحمل، اللي هتستحمل ده. برافو عليك، اللي هتستحمل. بس مش بيدور على اي حاجه في الدنيا غير لده، ولا ام للاولاد ولا لاي حاجه. هو طول عمره بيبعبش على. طب انت بالنسبه لك بعد الكلام اللي قاله مصطفى، مين بيتصدم اكتر بعد الجواز؟ مين اسرع في انه ياخد الصدمه، الست ولا الراجل؟ انه ياخدها الست. الست بتصدم الاول طبعا، بس متهيألي هي عندها قدره على التكيف اسرع من الراجل. مش كلنا، وبحكم اعمارنا. انت اتجوزتي وانت عندك كام سنه؟ يعني ممكن الصدمه تبقى قويه جدا لو واحنا صغيرين، عن ان احنا اما نكبر ونتجوز ونتصدم، فدي بتبقى اخف شويه. بيبقى عقله نشف وقلبه قوي. ايوه طبعا طبعا. بس اللي بتصدم الاول هي البنت طبعا. ايه الحاجه اللي تخليك تخرج عن المألوف وتقرر انك تتجوز؟ ان الاقي الشخص اللي هي قالت عليه اللي هو يستحملني فعلا، او ان تخبطك عربيه. يستحملني وانا كده. هتخبطه عربيه حقيقه، مش هيجامل خلاص يا هينتقل الرفيق الاعلى يا اخي. خلاص هي النقطه اللي اتكلمت فيها صح فعلا. انت مدرك ان انت صعب، وانك انت فعلا بتدور على حد يستحملك. يا عم انت جاي تسوق سمعتنا. لا والله جدا، نقول كلمتين حلوين. يعني انا ما قلتها وبكل وضوح صح اللي هي قالته، انما كون انه احنا نعرف نوصل ده، لا احنا هنقعد نقول بقى الام المثاليه والبيت المثالي. ناخد سمر على التليفون. خد بقى التليفون يلا. مساء الخير، ازيك يا سمر؟ الو الو، ايوه معاكي. ما تقولي انك معانا. قولي يا سمر يا سمر يا سمر، وانت مش هنا خالص. لا لا، معاكي ومركزه ومتابعاكي من اول البرنامج. ده شرف لينا. واخر فيديو ليك عن الجد. اخر فيديو كان عن الجد، ركزت فيه عشان ده اللي عايز اسالك فيه النهارده. عايز ايه؟ اسالك فيه. اسالي اتفضلي براحتك. تمام. انا 21/12 برج الكوز، وخطيبي محمد 1/1 برج الجد. عايز اعرف يعني التفاهم بيننا واخباره السنه دي. هو انا اخباره السنه دي حاجه بتاعت حاجه في غياب الله. لكن احنا الكلمه مبدئيا حلو قوي موضوع ميلاد 1/1 ده، اللي هو راس السنه تبدا بيه السنه. لانك بحس ان دول بيبقوا مظلومين جدا. ناس بتسيب عيد ميلادهم وتروح تحتفل براس السنه. دايما مظلومين، بتاكل حقهم يا عيني. انا بسيب كل عليا اصحابي كتير مواليد 1/1، يوم 1/1 انا بطنشهم كلهم. طيب احنا نتكلم في نقطه، هي برج الكوز. برج الكوز ده عسل، تعرفي بيقول لك برج الكوز معرفته احسن من الفلوس. على طول كده عايشين حريه. هو اسمه ليه القوس؟ السهم بدل ما يرجع لورا ويفتكره هيقع، يقوم واخد منها باور ويطلع لقدام. ما تعرفيش تمسكيه، ما بيحبش الكذب، ما بيحبش اللف والدوران. بس برج الجد كذاب. هنيجي عند الجد دلوقتي. برج الجد كذاب خالص، بحسهم خالص. هنتكلم على الجد بس نخلص القوس. القوس ما بيحبوش اللف والدوران، بيحبوا يستكشفوا، عندهم فضول يعرفوا الحقيقه اكتر. اليوم اللي يعدي عليهم من غير ما يعرفوا حاجه جديده يوم بالنسبه لهم ضايع، على طول بيضحكوا. ده حقيقي. يعني اديهم باسبور ورميهم في المطار كده، عملت معاهم الواجب، ما بيبانش عليهم السن. ميرفت امين، نجلاء فتحي، شريهان، شايف العسل. طب والنبي العذراء يبان عليه السن؟ لا خالص، بنقول كيام ورديز وسلمى حايك. طيب كويس. وحنان الديب. ايه؟ لا يعني بتطمن بس. معلش يعني. برج الجدي بقى هو برج ترابي، يعني طباعه ثابته مستقر. يعني لو شفنا تعبيرات وشه وهزاره من هو الصغير لغايه ما كبر، اللي هي ما اتغيرتش. القوس طبعا ناري، يحب يبقى واضح، القوس والاسد والحمل. فبرج الجدي بطبيعته نصه دمه خفيف قوي، وهو هو اللي نصه دمه خفيف ده نص تاني جد. بقول لك يعني يا كده يا كده. بقول لك ايه؟ ايه؟ هنفرح بيك انت امتى بقى؟ تفرحوا بيا؟ عشان هنختم دلوقتي. طب انا عملت لك ايه عشان تفرحوا بيا؟ هتختار عروستك من برج ايه؟ قول لي كده. انت جاي تفرحي فيا مش تفرحي بيا. ايوه اقول بس انت بقى بتاع الابراج. انا نفسي في ايه؟ انا نفسي في عروسه تبقى برج ايه؟ بصراحه نفسي تكون حوت يا الدلو البرج الحلو. حوت او دل؟ يا حوت يا دلو. انا عايز طب يا بنات يا مزان. الحوت يا ميزان. وبنات... ميزان برضو شغال معايا. ميزان؟ احنا جاهزين، هنستقبل الطلبات. سي في يا جماعه، سي في وسي في على قناه ميزان. مطلوب عروسه. مطلوب عروسه. انت نورتني النهارده بزيادات يا سيدي، ولو جبت لك عروسه ما تنساش تعزمني على الفرح. لا طبعا. انا اول مره اقابل علاء النهارده بالصدفه يعني. هو طلع جاري
طلع صديق لاخواتي وانا بصراحه انا كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعته يعني بس بتفرج يعني بحكم ان هي مش مجالي قوي فكنت بتعدي عليا يعني. طريقته لطيفه ولكن هو على الحقيقه كشخص وكرصيد خبرات لا يعني انسان جميل وانا مبسوط ان انا اتعرفت عليه. ده الشرف ليا يا استاذ. واتمنى هو عنده مجال خبرات تانية كمان اتمنى ان هو يعني يتوسع عن فكره الابراج فقط رغم ان هي ليها جماهيريه كويسه والناس بتحب تسمعها ولكن اللي انا استشفيته من مجال خبراته ان هو يقدر يعني يفيد الناس في حاجات تانية كمان كتير يعني من الناس الجميله اللي الواحد ده شرف ليا شرف ليا. مش عايزين تقولوا كلمتين حلوين في حقيقه برضه وبعدين بالعكس كتير ناس كتيره جدا بتبلغك السلام وقد ايه انت طيبه وجميله وقمر وبيشكروكي قوي ان انت جبت لنا ميرسي ربنا ميرسي انا شكرتك. انا افتكرتها طول بعد كده حاجات عليا دبلوماسيه بقول عادل جابتك وجابتنا انا قول يا بيو والله ان انا شفتكم النهارده مش من قلبك مش مرتاح للبصه دي بصراحه مش من قلبك لا لا والله العظيم انا مبسوط على الدعوه الحلوه دي والوقت اللي قضيته معاكم يعني انتوا نورتونا وان شاء الله نشوفكم مره ثانيه وانت كمان اكيد هتيجي معايا مره ثانيه. ده شرف ليا. ده انا اللي اتشرفت النهارده كنت موجود في البرنامج بتاعك سيداتي انساتي. البرنامج بتاعك حلو قوي مبدئيا وكان حلم ليا وحلم الناس كتير ان اكون ضيفه معاكي في البرنامج ده. تكون ضيفه النهارده كنت بقدمه معاكي وده كان شرف ليا وصوت جدا يا جماعه. حنان برضو على المستوى الشخصي قمة في الثقافة وخفة الدم والتواضع والشياكة وكل حاجة يعني انا اقول ايه انت كلكم شايفين الكلام ده. انا بكسب جدا ميرسي وانا اتشرفت النهارده. ما بعرفش اعكس والله لو بعرف كنت عكس. خلاص يا جماعة كل سنة وانتم طيبين وماري كريسمس وهابي نيو يير وكل حاجة نورتونا النهارده بنورك. كل سنة وانتم طيبين كل مشاهدي ومتابعي برنامج سيداتي انساتي على قناة دريم. هابي نيو يير وميري كريسماس وان شاء الله سنه 2018 نحقق فيها كل حاجه ما عرفناش نحققها في السنين اللي فاتت. وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم طيبين وانا اتشرفت بوجودي معاكم النهارده. احنا هنختم بالاغنيه تاني بتاعه الابراج. يلا والعب يلا بتلعب يلا يلا بينا يلا. نركز مع بعض عشان الموضوع very interesting. قاعد لوحدك مع جوزاء الصبح يحبك بالليل ينساك يفضل يقولك إلسع يلا اتجنن يلا إلسع يلا اتجنن يلا. عايز تجرب مع برج العقرب خليك بعيد وياك تقرب اصل العقرب بالكهرب يلا ده مرعب يلا وغامض يلا وصامت يلا إلسع يلا اهرب يلا. برج الميزان عقل وروقان متردد جدا على طول حيران. برج الميزان يا بتنجان يا جنان في جنان يا بتنجان يا جنان في جنان. وادي برج القوس معرفته كنوز الصبح مؤدب بالليل خلبوس مع برج القوس ولع يلا انا بارد يلا ولع يلا انا بارد يلا. برج الجدي من غير فتي شخصية قوية ملهاش في الهدي اصل الجدي بينفض يلا يحلق لك يلا بينفض يلا يحلق لك يلا. وادي برج الدلم البرج الحلم جدعنا واصيل واكل الجو بس الدلم بيقفش يلا قمص يلا بيقفش يلا وقمص يلا. وبحبك موت يا برج الحوت عمرو دياب طلع لك صوت ده بنات الحوت فتاكة يلا قبلين برجلة فتاكة يلا قبلين برجلة. بلاش الهبل مع برج الحمل الصبح معصب بالليل بقى عسل اصل الحمل مندفع يلا
وتهور يلا وندافع يلا وتهور يلا. وادي برج الدور عايش في الدور شايف نفسه في شوية غرور ولسان الدور بيفرقع يلا فرق إلا يلا بيفرقع يلا فرق إلا يلا. جمالك يتحسب يا برج الأسد عزة نفسك مش كمالة عدد برنس البرانيس عامل برجلة جامد يلا العب يلا ما تلعب يلا. برج العذراء جاي من الفوضى دماغه شغالة وما فيش غباء بس لسانه مبرد يلا بالبر يلا مبرد يلا اهرب يلا. السرطان برج جنان شوية بيضحك وكتير زعلان رومانسي في نفسه يا مرستان ربت لجنان برج السرطان.